مشاهدينا نحييكم من جديد. حقوق المصريين في الخارج وبعض الحقوق والأهم من الحقوق كرامة المصريين في الخارج، والأهم من كل ذلك الحفاظ على حياة المصريين مع تعدد الحوادث. الحادث الأخير لأنه مرتبط بالدهس، والدهس بما فيه من عملية وحشية وهمجية، بالإضافة كمان أنه بيرتبط بدهس الأحلام، يعني اللي مسافر للغربة متحملا مشقها ومتاعبها وألمها لا يمكن أبدا أن تكون نهايته هذه النهاية المأساوية، ولا يمكن كمان الصمت إزاء حوادث من هذا النوع. وأثق أن القنصلية المصرية في ميلانو والسفارة المصرية في إيطاليا والخارجية المصرية هتهتم بهذه القضايا. خلاص يعني زمن التهاون والتقصير في قضايا من هذا النوع انتهى. وكمان الحقيقة كمان لازم نتوقف عند أصل البعض بيحاول كده أنه يسيس هذه القضايا أو أنه يبادلها، يعني ويقول أصله ما تيجوا نستخدم القضية في مواجهة قضية رجيني. لا، ده ليس مقبولا أيضا. يعني قضية رجيني بتتقدم الآن بشكل كبير جدا بعد زيارة النائب العام المصري، وبدأت المباحثات تأخذ شكلا وجانبا إيجابيا للغاية يعني. لكن اللي يهمنا في هذه القضايا هو القصاص العادل والحفاظ على كرامة المصريين وعلى حقوق المصريين. وأنا أثق أن القنصلية المصرية في ميلانو بما تبذلها من مجهود كبير، خاصة أن حجم الجالية ضخم جدا، هتبذل مجهودا كبيرا في تحقيق القصاص العادل والحفاظ على حقوق وكرامة المصري. تعالوا نشوف لما ذهبنا إلى بلده وشفنا العائلة والأهل كيف يتعاملون مع الحادث. خلال تظاهرة لعمال إحدى شركات الشحن والتفريغ بإيطاليا، لقي المواطن المصري عبد السلام السيد مصرعه تحت عجلات شاحنة تابعة للشركة التي قضى فيها من عمره سنوات. اللي حصل أني جاني تلفون قالوا لي عبد السلام في الخطر، ففي الخطر الله يدعي له. قلت تاني تلفون بعيط، قالوا لي الكرة لله، ما عرفش هناك ايه اللي حصل. واقف بقول لك الكاميرون خبطته بتاع الشركة، خبطت قدام باب الشركة. ما عرفش بقى يا حبيبي مقصود، ما خبط ازاي، السواق غلطان، ابني مش واخد باله، واقف ولا ايه. لقيته خبطت وقالوا له خبطت قدك لله. بقى له يجي 15 سنة وزيادة في الشركة دي، هو الكبير اللي عندي. فربنا خدوا مني بقى، وكان براضيني يعمل ايه معايا ربنا. اللي طلباتي عاوزه حقوقه، عاوزه حقوقه. انا اصرف منين؟ هجيب علاج منين؟ اشحت وعاوزه يجي بقى تسعوا بقى وتجيبوه. الحادثه ديت كانت مظاهره في عمال، في عامل اتفصل من الشركه ديت، فزمايله حبوا يتجمهرهم عشان يرجعوا له حقه، فوقفوا وقفه سلميه وطلعوا، والشرطه عارفه والكل عارف، وكان في سنديكات اللي هو الراجل اللي هو محامي العمال كان موجود هنا. وطلع المدير الشركه اعترض وقال لك فضوا المظاهره دي، فضوا المظاهره ازاي؟ فقال للواد اللي سايق التريلا دوس اي واحد يقف قدام. فعبد السلام وقف وعمل كده بايديه، فراح الواد خطه بالتريلا نام مكانه، فالمظاهره زادت والهتافات زادت هناك، وراحوا قطعوا السكه الحديد وعملوا الكلام ده كله. احنا عايزين لما هو اتعمل فيه وتبح عليه كده، عايزين تقطاره زي ما بيقولوا، عايزين تقطاره ونشوفها على عينين. هو بقاله النهارده 3 ايام ما ينفعش كده، ولسه ياسين اللي هم الثلاث مش قادرين، بقول لك مش قادرين يلموا الفلوس. السفاره تقف جنبنا بقى يعملوا حاجه حرام. مطلوب فلوس عشان يجي؟ مطلوب فلوس. قد ايه؟
مش عارفه بقوله مطلب مبلغ كبير. الدوله لازم تقف جنب الراجل ده، لازم تجيب له حقوقه، ولازم يساعدوه كمان في ان الجثمان ينزل. انت شايف اسرته اسره على قد حالها، ما يقدروش يدفعوا المصاريف بتاع نقل الجثمان او شحن الجثمان. ما يستنوش بقى الناس تلم له هناك، هم الوقت عمالين منتظرين الناس تلم له هناك عشان ينزلوه. يعني السفاره وفي قرار كده، في قرار وزاري ان المصري اللي هو مش قادر بينزلوه على حساب الدوله، نفقه الدوله، ليه لغايه وقت ما نزلش؟ ولازم السفاره تحرك بقى تنزل الراجل ده. عايزين دم حق اخويا، دم هم طلبهم دمهم كده، واحنا عايزين دمنا احنا رخري. عايز حق اخويا اللي يوزن ندوس، واحنا عايزين هو اخونا، عايزين تكرر لك العيش. أسأل قنصل مصر في ميلانو السفير أحمد شاهين. سيد سفير أهلا بيك. أهلا وسهلا يا أستاذ وائل، تقدير واحترام لحضرتك. أهلا بيك سيد سفير. أولا حتى ندقق المعلومات المتعلقة بالحادث المأساوي، يعني كيف قتل عبد السلام؟ هو طبعا في الحقيقة طبعا حضرتك عارف أن يعني الجزء كبير من المعلومات احنا القنصلية مستقاة من الزملاء المصريين اللي شاهدوا الحادث، وجزء آخر من الجانب الأمن الإيطالي. إنما أنا أقدر يعني تقدر حضرتك تكون صورة الحديث بتاع أسرة المتوفي سليم لحد كبير جدا، إن كان في شبه اعتصام بمجموعة من العمال المصريين اللي بيطالبوا بحقهم، وده شيء شرعي أمام الشركة اللي هي رفضتهم وبعد كده رجعت تاني وعدتهم إن هي ترجعهم، وبعد كده تنصلت من هذه الوعود. خلال هذه الوقفة السلمية للتعبير عن المطالب المشروعة، في تحرك أحد الشاحنات الكبيرة في اتجاه المجموعة. طبعا فيما يبدو ان السائق المقتورة يعني دهس المرحوم عبد السلام، ويعني هي دي اللي يمكن الجزء اللي وارد في الروايتين يعني. من ده 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 من خلال شهادات الشهود يعني. تمام يا استاذ. طيب يعني اتفضل. في قضيتين بس يا سفير. الاولى بتتعلق بانه في يعني حاله استياء، على اعتبار ان في معلومات ايضا انه تم اخلاء سبيل سائق الشاحنه اللي قتل عبد السلام. هل تاكدتم من هذه المعلومات؟ انا عايز اوضح النقطه دي، ان التحقيقات النيابه مستمره. هم استمعوا لعدد من شهود الإخوة المصريين اللي كانوا شاهدين على الحادث، وبرضو الجانب من الإيطاليين اللي كانوا موجودين، ومنهم الشرطة. يعني طبعا دي يعني حادثة مفجعة، لأن على مسمع ومرأة من يعني المجموعة دي كلها يعني. فعلا هم اللي وصلنا من معلومات ان هم يعني افرجوا عن المتهم، بس ده شيء متبع في يعني ده شيء وفقا للقانون الايطالي، لا يعني اي شيء. التحريات مستمره، هم في مرحله تفريغ الكاميرات اللي كانت موجوده في موقع الحادث علشان يدرسوها، والتحقيقات مستمره بتنتهي الى النائب العام بيرفع تقريره، وفي تعاون الجهات الامنيه الايطاليه مع القنصليه، اللي احنا بنتابع الموضوع من اول لحظه خطوه بخطوه في جميع المسارات. فيعني يعني انا مقدر جدا حاله الاستياء وحاله الغضب، وده انا عارف يعني احنا كمان عندنا يعني وانا على المستوى الشخصي يعني في حاله يعني متاثرين من فجاعه. بس احنا بنتابع التحيات يا سيد سفير، بمعنى ان ما يعني اصل الناس هتندهش، يعني سائق شاحنة دهس مواطنا، فلما يعني يتم إخلاء سبيله حتى لو بموجب خطوات قانونية أو إجراءات قانونية في إيطاليا، لكن هتظل تثير علامات
استفهام، هل القنصلية المصرية بتتابع التحقيقات؟ احنا بنتابع التحقيقات بدون طبعا تدخل مباشر في التحقيقات. احنا بعتنا وفد قنصلي كان في محافظة بياشنزا من 10 الصبح امبارح ل 10 بالليل، وتقابل مع كبار المسؤولين في مديرية الامن العام، وتم الاطلاع على كيفية سير التحقيقات. والجانب الايطالي يعني وعدنا بسرعة وفاتنا بالتقرير النيابة العامة. ويعني انا مش يعني انا مقدر جدا يعني حالة الأسرة وحالة الزملاء ان هم شايفين المتهم يعني مش في السجن، بس ده وفقا للقانون الإيطالي، وده لا يعني بأي شكل من الأشكال ان هو يعني خرج من دائرة الاتهام ايا كان. فيعني مستمرين. اللي انا عايز اقوله ان احنا بنثق في القضاء الايطالي ونثق في نزاهة القضاء الايطالي، انما احنا برضو كقنصلية وكخارجية مصرية بالتعليمات الموجهة للقنصلية من مع الوزير الخارجية، المتابعة الحثيثة اليومية للقضية في مختلف جوانب. زي ما حضرتك تعرف يا أستاذ وائل ان المسار القضية هيبقى فيه مسارين، مسار جنائي ومسار مدني، فاحنا معاهم خطوة خطوة. ويعني يعني انا فعلا انا استمعت في المقدمة بتاعت حضرتك للكلمات المؤلمة في الحقيقة جدا من أسرة المواطن المصري وبلدته، ويعني انا يعني اؤكد لها التزام القنصلية بكافة إمكانياتها وكافة قنوات اتصالاتها بالوقوف جانب الأسرة في كافة الخطوات. طب هما بيتكلموا أستاذ سفير عن نقل الجثمان برضو، ده يعني سؤال معقول تمام. لا ننقل جثمان المصري ونجمع له فلوس؟ لا هو بس عايز أوضح حاجة يا أستاذ بقى. هو طبعا هو ده أهم أولوية أمام القنصلية اعتبارا من يعني من أمس وخلال الأسبوع القادم. احنا بنوظف كافة امكانيات القنصلية وكافة قنوات اتصالاتها لسرعة الحصول على التصاريح اللازمة لنقل الجثمان. في الحقيقة النقطة اللي هي بتاعت تكلفة نقل الجثمان، يعني انا عايز اقول بشكل رسمي ان احنا كقنصلية مصرية في ميلانو لم يطلب منا باي شكل من الاشكال اي حاجة حوالين تكلفة النقل. احنا على استعداد كامل للتعامل مع الموضوع ونقله الى الجهات المختصة في القاهرة، بس انا ما جاليش خالص اي طلب حول هذا الموضوع. انا على اتصال مباشر مع اخو المتوفي اكتر من 5-6 مرات يوميا، ومن خلال يعني الموبايل بتاعي الشخصي اي طلب. انا في الحقيقة بس يعني اتبنى يعني، وانا ده يعني بكرة الصبح ان شاء الله هستفسر عنه، لان في الحقيقه ده يعني يعني انا يعني مش محدش طلب خالص من القنصليه. بس لو هم طلبوا القنصليه هتقوم بتحمل تكلفه نقل الجثمان، يعني لو هم ما عندهمش امكانيات نقل الجثمان يعني انا 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 يعني ممكن يعني اتعامل مع هذا الطلب اللي هو ممكن يكون جاي من خلال برنامج حضرتك، و اتعامل معاه بشكل رسمي. ولا طبعا الخارجيه المصريه والحكومه المصريه يعني عندها من الامكانيات والرغبه في مساعده الاسره الفقيد بجميع الانحاء. فيعني انا بس حابب بس احط بس خط تحت ان لم يتقدم باي شكل من الاشكال رسمي او غير رسمي للقنصليه باي طلب بخصوص ان احنا نتكلف بتكلفه. طبعا اصل هو يعني ما يعني نتمنى استاذ سفير بس ان يكون الناس يعني اذا اللي قالوه تعليقات من بعض الاعضاء الاسره اللي بيقولوا بيجمعوا له فلوس علشان ينقلوا الجثمان يعني هنا يعني يعني لو يعني يعني ده الموضوع ان انا بقول لحضرتك استاذ وائل ان انا هتعامل معاه بشكل فوري واشوف ايه الوضع ايه. و واحنا عندنا حضرتك الاليات السهله اللي تسمح في حاله في مثل هذه الحالات وحالات اللي هي فيها عصوان مادي ان الدوله هي اللي بتتحمل التكلفه دي. ده انا شيء
يعني مدرك في العمل اليومي للقنصلية في ميلانو بحكم الحجم الجالية الكبير اللي حضرتك تعرفه. طبعا يعني حجم الجالية في ميلانو كام يا استاذ سفير؟ هو استاذ وائل احنا الجالية يعني دائرة اختصاص القنصلية العامة في ميلانو اللي هي ميلانو وشمال ايطاليا احنا بنتكلم حوالي 300-350 يعني 350 ألف ميلانو بس. ميلانو وشمال ايطاليا. ميلانو وشمال ايطاليا. طبعا التركيز الاكبر في ميلانو. ده يعني جاليه كبيره. واحب اقول ان يعني عايز اعقب على المقدمه بتاعت حضرتك اللي هي في صميم الموضوع ان الجاليه المصريه في ميلانو تحظى باشاده كبيره جدا من جميع المستويات الايطاليه وهم عارفين ان المواطن المصري مواطن مسالم في رحله لكسب الرزق. ويعني ده دايما اشاده بلاقيها من لدى جميع وانا باؤكد على هذا الكلام يعني وان شاء الله اثق في انه القنصليه المصريه في ميلانو ستتابع هذا الحادث بما يحفظ ده أكيد. للمواطن المصري حقه في القصاص الان واحد وكرامته في انه يتم نقل الجثمان بدون انه يتم جمع اموال اذا يعني صحت هذه المعلومات. سيد سفير بتوجه لحضرتك بالشكر، الف شكر. شوفوا يا جماعه هنا الحوادث من هذا النوع في الشك انها بتغضب كل مصري، يعني كل ما يتعرض له المصريون في الخارج خاصه انه في يعني موروث قديم كده انه كان في احيانا بيبقى في تهاون او تساهل في قضايا من هذا النوع يعني مراعاة للقواعد الدبلوماسية، لكن ما فيش حد بيقول انك تنتهك القواعد الدبلوماسية، لكن كمان انت بتشوف لما اي مواطن لأي دولة أوروبية او اي دولة من الدول الكبرى بيحصل له حاجة شوفوا حجم التدخل ايه. لا احنا بقى ما بنقولش هنتدخل لا في شؤون القضاء عند الناس ولا في شؤونهم الخاصة، لكن الحفاظ على حق المصري وأيضا ضمان القصاص العادل له، لا ده موقف يجب أن تأخذه السلطات المصرية بشدة وبحزم. تعالوا نشوف مظاهرات المصريين في إيطاليا احتجاجا على مقتل زميلهم. الإيطالية وقفت. عبد السلام بشر مثل رجيني، كلنا هنا عبد السلام، كلنا عبد السلام، سيامو توتي عبد السلام، سيامو توتي عبد السلام، سيامو توتي جوالي.
دي مظاهرات غاضبة من المصريين في إيطاليا. وقبل ما ننتقل إلى قرية عبد السلام، تعالوا نشوف المشاهد دي اللي هي بعد عملية الدهس بشكل مباشر. وزي ما بقول لكم، الدهس بما فيه من وحشية وهمجية يثير اهتمام العالم بشكل أكبر. إزاي سائق شاحنة يعني يمكن إنه ياخد الشاحنة بهذا الشكل ويدهس مصريا من خلال احتجاجات عمالية للمطالبة بالحقوق العمالية؟ هنا بقى زي ما بقول لكم، احنا ما بنتدخلش في شؤون الغير، بس زي ما السلطات الإيطالية بتعطي لنفسها الحق في انها تقعد كده تسألنا، طيب ما الذي فعلتموه في قضية ريجيني مثلا، وايه عاوزين تفريغ المكالمات التليفونية في محيط سكنه وفي منطقة الاختفاء، زي ما بيبقى لهم مطالب. وانا الحقيقة ضد الربط بين القضايا، لكن الاهم هو انه كمان يكون عندنا نفس القوة في المطالبة بحقوق المصريين في الخارج. هنذهب الى مراسلنا مصطفى سطوحي، هو مع عائلة الضحية. مصطفى، يا مصطفى، اهلا بيك. حقيقة أستاذ وائل، حيث أنا الآن متواجد بقرية ميتا القرماء التابعة لمحافظة الدقهلية التي استشهد فيها عبد السلام السيد المنجي سن 53 عاما في إيطاليا بسبب دهس العمد للوري بسبب وقفة احتجاجية لبعض العمال هنا. هنا حالة من الغضب بين الأهالي قرية ميتا القرماء بسبب هذا الحادث، مطالبين بالقصاص ممن فعل به بذلك، ومطالبين بسرعة عودة الجثمان لدفنه، و ومطالبين ايضا بحقوق. هي هنا وقفه امام منزل الشهيد، المنزل البسيط الذي هو محل اقامته داخل القريه. يرفعون اللافتات يقولون فيها عبد السلام بيساوي ريجيني بيساوي انسان، القصاص القصاص، المصريين مش رخاص. ايضا حق عبد السلام لازم يعود، يلي عايز حق ريجيني، دم المصري بيناديني، اين الخارجيه من الدماء المصريه؟ هنا ايضا معي والدته واشقائه بجواري ومجموعة من الأهالي. أيضا معلومة هامة أستاذ وائل عن هذه القرية، قرية ميتا القرماء يتواجد بها الآلاف من أبنائها بإيطاليا، يعملون هناك منذ عشرات السنين. هم يحتلون المركز الأول في جمهورية مصر العربية من الوافدين والجاليات المصرية المتواجدة بإيطاليا منذ عشرات السنين هناك. وأيضا في القرية ويتضامنون مع أسرة الشهيد. معي والدتها الآن على الهواء وتجلس بجواري على كرسي. أهلا بك يا أم. نعم. بقى لله يا أم، بقى لله. أنا عاوز ابني يجيني بأي حاجة أرحمه بقى من النومة دي، وعاوز حقوق ابني بقى. هو ابنك بقى له كم سنة في إيطاليا؟ أنا بقى له 15 سنة وزياد. انت عرفت الحادثة امتى؟ انا عرفت الحادثة بالليل لما جت انام الساعة 11 12، فجاني تلفون فقمت اجري يوم الجمعة. فانا من ساعتها ولا نمت ولا اي حاجة. فانا عاوزة ارجوك ابني، ابني بس عاوزة ارحمه بقى. هو ليه لغاية دلوقتي بتأخر؟ انا سمعنا ان في فلوس بتتجمع، هو لازم يجي بفلوس وكده؟ عاوزة ان ابني بأي طريقة يجي، يعني عاوزة اوصل حتى للسيسي. لو ابن هو ابنه برضه، ابنه مش ابني، عاوزاه ابني يجيبولي ندفنه بقى من التلاجه بقى، عشان هو تعب كتير في حياته في ايطاليا، خد ايه؟ وانا عاوزه حقوق ابني. انا عرفت ان هو اللي بيتولاكي وهو اللي بيرعاكي. لا، براعيني وبيشيعلي وبجيب علاج وبيشيعلي كل حاجه. هو كبير وعليه العوض، وهو ابنه برضه، ابنه ما هوش ابني، ابنه وعليه العوض. تعالي يا ام. اصبري لما الكاميرا تخلف يا عم، مش قادره اتكلم حاجه. خلاص خلاص، انت حضرتك شقيقته اخته. تعال، انتوا طلباتكم ايه دلوقتي؟ احنا طلباتنا عايزين حقوق اخون ويرحموه وجيبوه، وبعدين احنا عايزين الموضوع ده يوصل للسيسي. يعتبر ابنه،
يعني هو اعتبر مصر الوقت يرضى اللي هو يحجر له كده؟ هو اعتبر ابنه دلوقتي خليه مكان ابنه يترمى الرميه دي؟ عايزين حقوقه، عايزينه يجي طبعا، عايزينه يجي وعايزين حقوقه. انتوا ليه مش قادرين لغايه دلوقتي تجيبوه؟ عشان بيقولوا ما فيش فلوس. هو لازم يجي بفلوس؟ ما هو بيقولوا كده، لازم بيقولوا عايزين فلوس له، وبقولوا بنلمله ليه؟ هو يتضرب بقى ويقولوا مش لاقيين فلوس يجيبوه. السفير المصري ده بيعمل ايه هناك؟ السفير كان معانا الوقت بيقول ان شاء الله ان هو هيجي. هو قال ان محتل بيفن، ما حركش اي حاجه ولا عمل حاجه، ولا حرك حاجه ولا عمل حاجه، سمعنا ولا عمل اي حاجه. اخويا مرمي زماو، احنا عايزين اخونا. عنده ولاد، عنده 3 عيال ومصرانين نايمين متعلق لهم الكلوكو. مش صدمة، مش مصدقين ابوهم مات. بيقولوا لا، ابونا ما ماتش، والبنت منهارة هيات ومتركب لها المحلول، واولادهم منهارة، واحد في ايطاليا والتاني متركب له محلولين، وبيقول ابويا ما ماتش. ما تقولش كده يا عم، ابويا ما ماتش، مش مصدقين. شايفين ان المصري متهان بره؟ متهان بره، والمصريين اصلا متهانين كله في الدول العربية كلها. قاعدين هم القمش، هو كلب يترمى كده؟ ايه؟ الصحافه؟ ايه يا ريس، انا عايزاها توصل للريس، يكون له يروح له بالخبر اللي هو حصل ده. تريلي دايسه قدام عمله، نايم قدام العمل وقدام الشركه، باب الشركه، ودافع عن وطنه. حضرتك انا عارف انك في ايطاليا، تعال اتفضل جنبي هنا. تعال اتفضل. انت عايش بقى في ايطاليا بقالك قد ايه؟ من سنه 88. المعامله ليكوا كمصريين هناك عامله ازاي؟ هي المعامله الاول كانت حلوه، رجعت دلوقتي الحكومه تخلت عن كل حاجه، سايبه المصري ما حدش بيهتم بيه، يحصل مشكله ما حدش بيدور عليه. فطبعا المصري قيمته من قيمه حكومته، الحكومه ضعفت، فهناك المصري ملوش قيمه، لا له قيمه في رخصه يعملها ولا له قيمه في اي حاجه، معامله سيئه. وده ليه؟ الحكومه هي اللي عامله لنا مكانه هنا. كانت الاول غير الوقت، المفروض تبقى العكس، الوقت احسن من الاول، المفروض يبقى في حركه واهتمام. حركه واهتمام بينا. انتوا بتمثلوا عدد كبير هناك؟ عدد احنا حوالي 10,100 كره موجودين هنا. طبعا الناس دي بتجيب فلوس للدوله هنا، ولما بتبعت فلوس بتعمل حاله رواج في البلد، لان عمله صعبه زي قناه السويس وزي اي مشروع. المفروض الدوله تهتم بها زي اي مشروع كبير. اللي عاملين في الخارج من اكبر المشاريع اللي بتجيب 13 مليار في السنه. طلباتكم ايه بقى عشان محمد عبد السلام؟ عوده الراجل ده بسرعه، والاهتمام بالناس اللي هناك، والحكومه تبدا تدور، وزير العمل بدا قعدته يدور على الناس دي فين، وروح هناك يعمل اتفاقيات ويعمل حاجات، يدور على حقوق الناس دي، مش قاعد هنا استقبالات وموتوسيكلات تجري وده راحه وراه وحرس ودوشه. احنا عاوزين البلد يبقى الحاجات دي تترجم لحقيقه. بين الاحترام للوزير احترام للمصري. الجاليات الاخرى اللي هي من دول تانية هناك في ايطاليا معاملتها كويسه؟ معامله كويسه. التونسي هناك بيغير رخصته، دولته مهتم، السفير بتاعه مهتم بيه، مالك المغرب او اي واحد لما بروح بيرفع شان بلده. احنا ما فيش، الوزير بيجي يدور موتوسيكلات وراه وهيصه وراه، لو انا عاوز اقابله هناك ما اعرفش اقابله. لو ليا مشكله ما اعرفش. انك بتمثل اقتصاد قوي. مع اني بمثل اقتصاد قوي، انا زي قناه السويس زي اي حاجه من الحاجات الكبيره. لو في اهتمام ديت قناه السويس زي ايه المشروع بتاع العاملين في الخير، المفروض تديها اهتمام اولى بالاهتمام بالحاجات دي. حالات وفيات حصلت هناك قبل كده كتير؟ اخر حاله كنا جايبين ابراهيم ابو سيد، كنا جايبينه لسه، اخر واحد جه متاخر برضه، لميت له فلوس. لا احنا دفعنا الفلوس 3000 ونص يورو، دفع اخوه دفعهم وجي بسرعه، جيب بسرعه، رحنا القنصليه دفعنا، لان القنصليه يقول لك اعمل ورقه هناك انه فقير وهات. طبعا طيب مصطفى، عايزين نشوف اللافتات كده ونشوف تعليقات من الناس. اخيره نشوف تعليقات من بعض المحيطين ونشوف بعض اللافتات كده مكتوب عليها ايه.
طيب علشان الصوت بيقطع، لكن من الواضح اهو ان الناس كلها بتحمل لافتات متعلقه بالقصاص بحقوق المصري في الخارج، و اهو الدماء المصريه، القصاص العادل، يلي عايز حق ارجيني، دم المصري بيناديني، واين الخارجيه من الدماء المصريه؟ خلونا نثق في النهايه ان الحفاظ على حقوق المصري هيكون من هموم وزاره الخارجيه. فكره الاستهانه بذلك انتهت يعني، لكن اللي هتوقف عنده قوي من ده وهو اخلاء سبيل سائق الشاحنه، مهما كانت اي خطوات قانونيه، اي قانون ده اللي ممكن ان يؤدي في النهايه الى اخلاء سبيل سائق شاحنه دهس انسانا كده يقف في اعتصام للمطالبه بحقه. يعني اي قانون يؤدي الى اخلاء سبيله بهذا الشكل دون تدخل في شؤون القضاء ودون تدخل في شؤونهم الداخلية، لكن زي ما البعض بيتدخل ويحاول انه يطالب السلطات المصرية في قضايا زي قضية رجيني، لكن في نفس الوقت كمان علينا ان احنا نجاوب عن علامات الاستفهام المختلفة والمتعددة، واهمها هو اخلاء سبيل سائق الشاحنة اللي دهس المواطن المصري. صحيح السفير احمد شاهين اوضح منذ قليل انه ده مش معناه استبعاده من الاتهام، لا، بس كمان بغض النظر عن الاتهام، لكن الخطوات الاحترازية المتعلقة بالقبض على المواطنين او على المتهمين بعد حوادث من هذا النوع، مين يتخيل كده انه سائق الشاحنة يتم اخلاء سبيله بهذا الشكل، واي قانون يسمح بذلك؟ اسئلة بنوجهها للسلطة.